دلوقتي الأستاذ أحمد عبادة مدير قطاع العمليات لشركة تذكرتي. أهلا بحضرتك. أهلا بيكم، نورنا. بنورك يا رب. الحدث النهاردة مبهر ورائع للكل، يعني أنا شايفة أن كل الناس منبهرة. طيب إحنا عايزين نعرف شركة تذكرتي من إمتى بتبدأ تحضر لحدث مهم زي ده؟ طبعا يمكن حدث عالمي زي ده إحنا بنحضر له بقالنا يمكن تقريبا 6 شهور، وفتحنا المبيعات في شهر 1 اللي فات، فيمكن التذاكر طرحت للبيع من اكتر من شهرين، ومن ساعتها واحنا شغالين على الارض. وايه هي المنافذ اللي احنا نقدر نروح نشتري منها التيكتس؟ طبعا اي حد هيشتري تيكتس للعرض العالمي ده يقدر يشتريها من موقع تذكرتي، او يروح فروع سيركل كي، او يروح اي منفذ من منافذ تذكرتي. هسألك سؤال غريب شوية، دخول الجمهور قدرتوا ازاي تنظموه؟ لا طبعا يعني تذكرتي عندها خبرة كبيرة جدا في عملية التعامل مع الجمهور ودخولهم وخروجهم، ودايما كل اللي في الشركة بيكون حريص ان دايما تجربة الجمهور تكون منظمة وآمنة عشان كل العائلة المصرية تستمتع بالعروض. طب ايه هي الممنوعات اللي ما ينفعش الجمهور يدخل بيها جوه العرض؟ يمكن الممنوعات كلها الاكل والشرب، يعني كلها الحاجات التقليديه بتاعت كل العروض اللي احنا بننظمها يعني. اوكي طب عايزين بقى نعرف بنسبه قد ايه تم بيع تذاكر للعروض اللي جايه ان شاء الله خلال ال10 ايام المقبله. يمكن المبيعات دلوقتي كسرت 70%، ومن كتر كنا عاملين عرض للعيله وللاصحاب، العرض ده من كتر الضغط اللي عليه احنا قررنا ان احنا هنمده، وكان المفروض ينتهي بعد بكره، احنا قررنا ان احنا هنمده لحد نهايه العروض. يعني كل ده بسبب الضغط ويعني والاقبال الكبير اللي شفناه على العرض ده. بشكرك جدا، شكرا جزيلا، والف مبروك على حدث النهارده. شكرا جدا. لسه مكملين معاكم تغطياتنا في سيرك دي سيلاي.